موجز التاسعة من تلفزيون الجزائر، أهلا بكم. بداية، يحيي الشعب الجزائري اليوم وعلى غرار الشعوب الإسلامية عيد الأضحى المبارك اقتداء بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وذلك وسط أجواء من السكينة والخشوع والأخوة والتسامح والتضامن. أعاده الله علينا وعلى كافة الأمة الإسلامية بوافر الصحة والهدى واليمن والبركات. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الشعب الجزائري عبر حسابه الرسمي على تويتر. جاء فيه تمنية الخالصة لكل الجزائريات والجزائريين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركات. كما هنأ رئيس الجمهورية أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، حيث جاء عبر حسابه الرسمي على تويتر: عيد مبارك وسعيد لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني من ضباط وضباط صف وجنود، وتحية خاصة للمرابطين على الحدود، حفظكم الله وحماكم. كما هنأ رئيس الجمهورية كل أفراد سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس مكالمة هاتفية مع أخيه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، تبادلا خلالها التهاني والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك، وعبرا عن تمنياتهما بدوام الرخاء والازدهار والتقدم للشعبين الشقيقين التونسي والجزائري، وأن يعيد الله علينا هذه المناسبة الدينية باليمن والخير. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس مكالمة هاتفية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، هنأه فيها بنجاح الدورة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، مجددا له تهانيه الحارة بمناسبة احتفال الجزائر وشعبها بالذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية. كما قدم أمير دولة قطر باسمه وباسم الشعب القطري الشقيق تهانيه الخالصة للسيد الرئيس وللشعب الجزائري بحلول عيد الأضحى المبارك. ومن جهته شكر السيد رئيس الجمهورية أخيه أمير دولة قطر على مشاعره الصادقة والنبيلة، معربا عن امتنانه للتهنئة ومتمنيا له وللشعب القطري الشقيق عيد أضحى مبارك بمزيد من الهناء والتألق والرفاه. كما تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس مكالمة هاتفية من أخيها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادلا فيها التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وعربا عن تمنياتهما للشعبين الجزائري والمصري بدوام الخير والهناء. تلقى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في مكالمة هاتفية خالص التهاني والتبريكات من أخيه السيد محمود عباس رئيس دولة فلسطين بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الخير والعافية. كما جدد السيد محمود عباس للسيد الرئيس تمنيه بنجاح الاحتفالات الكبيرة المخلدة لستينية استرجاع السيادة الوطنية، وقد أعرب السيد الرئيس من جانبه عن الشكر والامتنان لرئيس دولة فلسطين على التهنئة الكريمة، متمنيا له وللشعب الفلسطيني كل الازدهار والرخاء. بدوره شكر رئيس الجمهورية أخاه رئيس دولة فلسطين لدوره البارز في مساعي الجزائر لتوحيد الصف الفلسطيني، ترقبا لانعقاد مؤتمر جامع لمنظمة التحرير الفلسطينية بالجزائر.
وبمناسبة الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تهنئة من قبل رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد شي جين بينغ، أبرز له فيها الصداقة العميقة التي تجمع الصين بالجزائر الصديقة حكومة وشعبا. الرئيس الصيني أكد أن الشعب الجزائري الباسل والصامد حقق الاستقلال والتحرر الوطني قبل 60 عاما بعد نضالات مريرة سجلت صفحة مجيدة لحركة التحرير الوطنية العربية والإفريقية، مذكرا بما قدمته حكومة الصين وشعبها من دعم ومساندة لثورة التحرير الجزائرية، حيث نشأت أثناء النضال صداقة عميقة بين البلدين والشعبين، وظلت الصين والجزائر بعدها تتبادلان الدعم في قضية تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية، إضافة إلى تبادل المساعدة في مسيرة بناء الوطن وتنميته على مدى 64 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لتواصل علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة تطورها وتبلغ مستويات جديدة تترسخ فيها الثقة السياسية المتبادلة يوما بعد يوم، ويحرر التعاون العملي خلالها نتائج مثمرة. الرئيس الصيني أكد للسيد رئيس الجمهورية حرصه على إيلاء الاهتمام البالغ لتطوير العلاقات الصينية الجزائرية، واستعداده لبذل جهود مشتركة لتوطيد الصداقة التاريخية والثقة الاستراتيجية المتبادلة بين البلدين، ودفع التواصل والتعاون بينهما في كافة المجالات في إطار بناء مبادرة الحزام والطريق بما يخدم البلدين الشعبين الشقيقين، لينهي رئيس الصيني الشعبية رسالته بتمني موفور الصحة وموصول التوفيق لرئيس الجمهورية وللجزائر الازدهار والرخاء، وللشعب الجزائري السعادة والرفاه. وبالجامع الكبير بالعاصمة أدى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن صلاة العيد الأضحى المبارك رفقة مدير الديوان برئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم، إلى جانب أعضاء من الحكومة وممثلي السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد ببلادنا وجمع غفير من المواطنين. هذا وأكد الإمام الخطيب للمسجد الكبير بالعاصمة، أكد خلال خطبتي العيد على ضرورة استلهام القيم السامية والمثل العليا لهذه الشعيرة المباركة خاصة وتزامنها وذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عمار بيت الله، وها هي الجزائر بعد طول معاناة وبعد جهاد ومجاهدة، ها هي الجزائر المباركة تحتفي بعيدين اثنين، عيد الأضحى المبارك والذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية التي عمت الفرحة بها كل القطر الجزائري، وشاركنا في هذه الفرحة المسلمون وأحرار العالم من مختلف البلدان. وكيف لا تكون عيداً نفرح به وهو يوم من أيام الله، وربنا يقول في القرآن الكريم: وذكرهم بأيام الله
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وكيف لا نفرح به وربنا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وأي فضل ورحمة أكبر من أن تتحرر هذه الأرض ونرى شعبها من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها واحداً موحداً ملتحماً مع جيشها سليل جيش التحرير الوطني حامي حمى هذه الديار وحارس حدودها ومبعث فخرها ومغيظ أعدائها. ما استطاع أن يفت في عضد وحدتهم وتلاحمهم مكر ماكر ولا كيد كائد، منطلقين مع بعض في بناء جزائر جديدة في عهد جديد بقيادة راشدة. إن عظمة تاريخ بلادنا تحتم علينا أن نكون في مستوى تحديات العصر الراهن من أجل تأمين مستقبلنا، وإن عظمة تضحية آبائنا وأجدادنا لتحتم علينا التشمير على سواعد الجد فنأخذ بالعلم والعمل لتعمير بلادنا، وإن عظمة أمانة شهدائنا لتحتم علينا المحافظة على كل شبر من أرضنا والمحافظة على اجتماعنا وعلى وحدة صفنا، وإن عهد الشهداء إخوة الإيمان ليحتم علينا الالتزام بمناصرة المظلومين وتحرير الأوطان من الغاصبين. ومن قرأ تاريخنا وعرف ثورتنا ورأى تضحياتنا أدرك السر في أن تأخذ الجزائر على نفسها العهد بمناصرة القضايا العادلة. وعقب أداء صلاة العيد تلقى الوزير الأول مرفوقاً بمديرية الديوان برئاسة الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية تهاني عيد الأضحى المبارك من قبل المصلين. Thank you.
وعبر ربوعي الوطن أحيا الشعب الجزائري شعيرة عيد الأضحى المبارك في جو من التآزر والتآخي التي تعكس القيم الأصيلة الراسخة لدى الجزائريين، خاصة في مثل هذه المناسبات الدينية والوطنية. قبل على المجد ان شاء الله. نعيدوا الصحة والهنا ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله ربي يحن القلوب. ان شاء الله الجزائر تبقى توجور واقفة ان شاء الله. ان شاء الله كل عام يلقانا بخير ان شاء الله يا رب. الشعب الجزائري والأمة العربية الإسلامية ان شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا وان شاء الله تكون رحمة بعضنا بعض ونحبوا المغفرة بين الجزائريين كاع. وان شاء الله الشعب الجزائري يكون بخير والأمة العربية الإسلامية وان شاء الله الحجاج يجوا بخير وبلادنا ان شاء الله دائما في قلبنا. سعيدكم. أنا شاب فلسطيني أحب العيد على الشعب الجزائري، كلكم صحة عيدكم، كل عام وأنتم ألف خير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إلى البقاع المقدسة الآن، حيث بدأت ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منن، بعد أن أقبلوا راجلين وركبانا مع إشراقة صباح هذا اليوم العاشر من ذي الحجة، مهللين مكبرين بعد أن باتوا ليلتهم في المشعر الحرام بمزدلفة، وأدوا الركن الأعظم من أركان الحج الوقوف بصعيد عرفة. وبعد رمي جمرة العقبة أولى الجمرات في أول أيام العيد ابتداء من وقت الضحى حتى غروب الشمس، وبعد أن يفرغ الحاج من رمي جمرة العقبة يشرع له في هذا اليوم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة، ويواصل ضيوف الرحمن إكمال مناسكهم أيام التشريق الثلاثة بدءا من يوم غد، إلا لمن عجل منهم فبإمكانهم الذهاب إلى الحرم المكي الشريف ليطوفوا طواف الوداع بعد أن يرموا الجمرات الثلاثة الصغرى والوسطى. ومع حلول عيد الأضحى المبارك تدعو محافظة الغابات المواطنين لحماية الثروة الغابية بتفادي جلسة الشواء في الغابات والتي قد أي حرائق سيما مع ارتفاع درجات الحرارة، المتابعة لمراد عبروس. تحسبا لمكافحة الحرائق والوقاية من اندلاعها عبر المساحات الغابية بولاية تيارت والتي تفوق مساحتها 150,000 هكتار، ضبطت محافظة الغابات استعداداتها بفتح وتهيئة المسالك الحراجية وتثبيت أبراج المراقبة مع إحصاء نقاط المياه. الحجم تاع المساك الموجود هو 1713 كيلومتر، اللي راهي براتيكابل ضربك يعني اللي نقدر نمشوا بها يعني بكل سهوله عندنا 1153 كيلومتر. بالنسبه للخنادق حز النار كيف كيف، عندنا على مستوى الولايات عندنا 952 هكتار. بالنسبه لنقاط المياه يعني كل النقاط المياه تم ريسونسمون تاعهم، تم الجرد تاعهم. ومع حلول عيد الاضحى قد تتحول مجالس الشواء في الغابات الى اسباب مباشره لألسنة اللهب. فيه كثير من المواطنين يترددون على المناطق الغابية يعني وخاصة في الفترات المسائية للشواء إلى غير ذلك، وفيها يعني اتخذنا كامل الإجراءات حتى نرافق هذه المواطنين
يعني ونعمل على منع هذه الظاهرة حتى نتفادى أي حرائق محتملة. إذا كانت الحرائق تقضي على الغابة في لحظات معدودة، فإن إعادة غرسها وتشجيرها يتطلب عقوداً وسنوات، وهو ما يستوجب تحلي الجميع بالمسؤولية حماية لها. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموعد الإخباري، صحعدكم تقبلوا تحيتي وتحيات طاقم النشرة الصباحية، العامل معي لينا بودوخة، محمد قطوش، وفي رئاسة التحرير خليل المراطلة، وفي الإرسال كريم كمال برينيس وكريم ياسا. إلى اللقاء.